عليكم توعوا، عليكم توعوا على أهمية دوركم، على أهمية دور الشباب، على أهمية دورنا كلنا سوا بهالمجتمع هيدا، تنقدر فعلا نكون كلنا بالمستقبل بهالخمسين سنة يلي بدنا نعيشهم مع بعضنا، نقدر أول 20 سنة إذا الله راد نبني الدولة، وآخر 30 سنة نعيشهم بكرامة وبحرية. المجتمع يلي بده ينبنى كمان له ارتكازات أساسية، عنده العيلة، عنده المدرسة، وعنده الحزب. هالثلاث ارتكازات بدنا نحافظ عليها وهن الأساس المجتمع تبعنا. إذا فقدنا الأخلاق والاحترام بالعيلة تبعنا منكون عم نبني مجتمع فاسد للمستقبل. وقتا نفقد احترام أهالينا منكون عم نبني مجتمع فاسد. وقتا منروح على المدرسة بنية انه نخلص وما نعرف كيف ما نخلص من المدرسة، منكون ما عم نحترم مش فردنا، ما منكون عم نحترم شخصيتنا، منكون كمان عم نسيء بالمجتمع كله طبعنا يلي بحاجة لعلمنا، بحاجة للخبرة الحقيقية، بحاجة للثقافة تبعنا تهو يقدر يكون مجتمع رائد، تيكون مجتمع أساسي. فالعلم والدراسة أساس بأي مجتمع بالمستقبل بدنا نقوم فيه، أو بأي عمل بالمستقبل بدنا نقوم فيه. هيدي الركيزة الثانية. والركيزة الثالثة اللي هي الركيزة الحزبية، ركيزة أساسية. أحزابنا بالماضي أخذوا صبغة يمكن عاطلة، يمكن أخذوا صبغة ما كنا نحن حابين نعطيها، ولكن الأحزاب تبعنا هن يلي دافعوا عن لبنان، هن يلي تركونا اليوم موجودين على ساحة سيسين، هن يلي تركونا نحن موجودين بلبنان، هن يلي دافعوا عن حضارتنا، عن وجودنا وعن دورنا في السياسة في لبنان. أنا اليوم يلي بدي أقول لكم إياه يلي بيتعلق بالحزب، ما تخافوا من الأحزاب، ما تخافوا تنتموا لحزب، خاصة إذا هيدا الحزب بيحترم الديمقراطية وبيحترم الإنسان. ما تخافوا من الحزب، لأنه بدون حزب ما فينا نبني دولة قوية، ما فينا نبني ديمقراطية حقيقية. الأحزاب هن ركيزة الديمقراطية والعمل الديمقراطي في البلد. فركيزة الحزب ركيزة أساسية مرتكزة على ثلاث نقاط، وهالثلاث نقاط كلنا مسؤولين عنهم. اولا القضية، والقضية اليوم موجودة عنا كلنا. ثانيا العدد، وثالثا التنظيم. وقتا منفقد احد هالركائز منكون عم بيكون المجتمع تبعنا والنظام تبعنا بيكون عم بيفقد احد الركائز تبعه، بيكون عم بيسقط. فما بدنا نخاف، ولا انه يكون عنا عقيده، ولا انه يكون عنا نظام، ولا انه يكون عنا عدد. نحن كتار ونحن عنا عدد. هيدا العدد بيعطينا معنويات نكمل، وبيعطينا ايمان انه يلي حدنا بيامن بنفس القضيه وبيخلينا نستمر. العقيده، العدد، واخيرا النظام. ما فينا نبني اي حزب، اي مجتمع، اي دوله اذا ما كنا منظمين، وإذا ما كان في راس، وتحت هالراس في 4 رؤوس، وتحت هالأربع رؤوس في 10، وتحت هالعشرة في 20. هيدي الهيكلية الحزبية، هيدي هيكلية أي مجتمع. هيدي بدها تكون أساس التفكير تبعكم، لأنه ما فينا اليوم نتخطى حالنا ونفكر كل واحد إنه هو الراس على الثاني، وكل واحد بده يبني أو بده هو يقرر على ذوقه. فكتير مهم نكون واعيين على هالنظام هيدا، على أهمية العيلة، العيلة، المدرسة والحزب. نكون عارفين إنه الرهان تبعنا هو رهان على الدولة، تنحنا نبني أو تنحنا نبني هالدولة مثل ما نحنا بدنا إياها، مثل ما نحنا بنحلم إنه تكون هيدي الدولة. وساعتها العلم والخبرة اللي أنتم بتكونوا أخذتوها عبر السنين
بتكون هيدي الخبرة عم تحطوها بالدولة، بتكون عم تحطوها لأجيال وأجيال وأجيال من بعدكم. فأنا بفتكر طولت شوي عليكم، أنا بتشكركم لأن فتحتوا لي فرصة اليوم تعرف عليكم، فتحتوا لي فرصة إنه فعلا هالشباب يلي طول عمرنا بنقول إنه بدنا نشتغل معهم وعم نشتغل كرمالهم، اليوم نكون موجودين معهم عم نبني سوا، عم نبني سوا هالبلد هيدا، هالوطن يلي بدنا نعيش فيه. يعطيكم العافية.